تحتفل محافظة الإسماعيلية بمناسبة مرور 83 عام على تأسيس متحف الأثار بالمحافظة بحضور وزير الأثار خالد العناني. وتأتي هذه الاحتفالية في إطار خطة وزارة الأثار للعمل على تنشيط السياحة الداخلية. ويعود المتحف إلى عام 1934، ونشأت فكرته بعد اكتشاف البعثة الفرنسية لتوابيت القنطرة، وهو أول متحف إقليمي في مصر بعد المتحف المصري، وتم تخصيصه لأثار منطقة القناة وسيناء. للمزيد من المتابعة ينضم إلي مباشرة من مدينة الإسماعيلية وفدة أونلايف سالي سالم. سالي، أهلا بك. بداية، كيف سارت أجواء الاحتفال بمرور 83 عاما على تأسيس متحف الأثار بالمحافظة؟ وأيضا ماذا بشأن ما جاء في كلمة الوزير عن الحالة الراهنة للمتاحف وخطة في جدول الأولويات في ترميم وافتتاح المتاحف القادمة؟ أهلا بك رغدة. بالفعل نحن نتواجد في مدينة الإسماعيلية منذ صباح اليوم، نتابع معكم فعاليات الاحتفال الذي تم في هذه المحافظة، خاصة في متحف أثار الإسماعيلية، وذلك بمرور 83 عاما على هذا الاحتفال منذ نشأته عام 1934. كان في هذا الاحتفال بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكذلك اللواء طاهر ياسين محافظ محافظ الإسماعيلية، وكذلك رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح ورئيس المتحف بالإسماعيلية هنا. شمل هذا الاحتفال عرض فيلم تسجيلي لمراحل تطور هذا المتحف منذ بداية نشأته عام 1934 حتى الآن. كان هناك العديد من الملاحظات لسيادة الوزير، أبرزها هو الضوء المتواجد داخل هذا المتحف. كان هناك بعض الملاحظات على هذا وزيادة الأضواء داخل المتحف، وأن هذا المتحف لابد من أن يكون مزار عالمي للسياحة العالمية وليس فقط للسياحة الداخلية، لأنه هو أول متحف وأقدم متحف إقليمي ويضم آثار التي عُثر عليها في محافظات القناة. تفقد الدكتور خالد العناني بعد ذلك مبنى مجاور لهذا المتحف. هذا المبنى هو عبارة عن مشروع لإقامة متحف قناة السويس. أبدأ الكثير من الملاحظات وقال أنه لابد من تطوير والإسراع في إنشاء هذا المشروع ليضم الآثار المتواجدة في إقليم قناة السويس. ثم انتقل بعد ذلك للفيلا المجاورة لهذا المبنى وهي فيلا ديليسيبس. تم بعد ذلك الانتقال إلى مسجد العباسي لأداء صلاة الظهر. ثم بعد ذلك كان هناك زيارة مفاجئة من الوزير خالد العناني إلى الأسر المتواجدة في بيت شباب الإسماعيلية، وهي الأسر التي قامت بالنزوح من العريش إلى الإسماعيلية. وهذا هو خارج نطاق الزيارة والجولة المخصصة للوزير، كانت هذه لفتة طيبة للطمأنة على هؤلاء الأسر وطمأنة الشباب والاستماع إلى أي شكاوي قد يريدون إيصالها إلى رئيس الوزراء. ثم بعد ذلك كان في هذا البيت لقاء لسيادة الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وهذا اللقاء شمل الاستماع إلى ملاحظات المدرسين والطلاب الوافدين من العريش إلى الإسماعيلية، الملاحظات الخاصة بالتربية والتعليم وصرف الحوافز والامتحانات الخاصة بالثانوية العامة. ثم بعد ذلك انتقل الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى مدرسة التكنولوجيا الثانوية في الإسماعيلية أيضا، وذلك لعقد لقاء مع الشباب والأسر أيضا. نعم. التي نزحت من العريش إلى الإسماعيلية والاستماع إلى الكثير من الملاحظات عن هذا. ثم بعد ذلك انتقل الوزير وأنهى. شكرا لك سالي سالم، مفادتنا مباشرة من مدينة الإسماعيلية.